السجن المركزي القنيطرة. مدير المؤسسة السجنية يشرف في هذه الأثناء على تفتيش عدد من الغرف والوحدات داخل ممرات الأحياء السجنية لضبط المخالفين. الاستعانة في البداية بكاميرات المراقبة، وهذا الدليل الخرائطي التفاعلي من أجل تتبع كل صغيرة وكبيرة خلال العملية. كما كنشوفوا كاين كاميرا متحركه كترصد لنا كل ما هو خارج يعني السكن ديال السجناء، ولكن قبل السور الخارجي، وكنحاولوا نرصدوا كل نقطه اللي هي مثلا خطيره ولا نقطه سوداء يمكن اننا يعني ندخلوا فيها في الوقت المناسب ونرصدوها. كذلك الاسطح ديال المؤسسات السجنيه كنرصدوها بشكل كلي، يعني في حال تلف حاله رصد شي خطر او شي حاجه كتهدد كيتم التدخل في الوقت المناسب. فحملات التفتيش تعزز العمل اليومي للموظفين المكلفين والتنقيب لرصد اي تجاوزات او محاولات تسريب للمواد الممنوعه. صافي اللي قلت لكم صافي تفضل كاين شي واحد ما عندوش شي ممنوعات غادي ندخلوا نقلبوها باش نحيدوا الشكل اللي غيطبق. سنتتبع فيما يلي مع مدير المؤسسة السجنية كافة تفاصيل عملية التفتيش التي ستشمل أجنحة المؤسسة. عملية التفتيش روتينية اللي كتبدا بتهيئ هذه العملية هذه، تجنيد مجموعة من الموظفين والآليات اللي غنقوموا بها في عملية التفتيش لرصد أي ممنوع من هاد السجناء هادو. عملية التفتيش كتبدا بشكل مباغت وفي سرية تامة باش تكون كتأدي المبتغى منها. عملية التفتيش في البداية كنبدا بتفتيش السجناء الجسدية باعتماد على واحد الآلة ديال رصد المعادن وهذا، ومن بعد ذلك بشكل يدوي في احترام تام للقانون وفي احترام كرامة السجين. العملية الثانية هي تفتيش الأغراض ديال السجناء والفراش ديالهم والأدوات اللي كيستعملوها في الطهي ومجموعة الأدوات اللي كيستعملوها في الحياة العامة ديالهم داخل الغرفة ديالهم. من بعد إلى لقينا شي حاجة كتم المتابعة ديال المخالفة وتكييف التدبير التأديبي اللي غيتخاد في الحق ديال هذا السجين المخالف داخل المرفق السجني. كاين التفتيش اللي كنديروه اللي هو روتيني واللي كيكون بطبيعة الحال يعني هادئ جدا، وكاين التفتيش اللي كنقوموا به انطلاقا بعد ما توصلوا بعض المعلومات او بعض الاخباريات على اعتبار ان السجناء كيتحوزوا بعض الممنوعات اللي كتهدد الامن ديال السجناء نفسهم او الامن ديال الموظفين او الامن العام بصفه عامه. دابا حنا فتشنا السجناء كما شفتوا تفتيش جسدي اعتماد على يعني التفتيش ديال لاباري التفتيش اليدوي، وغننتقلوا الان تفتيش الغرفه والاغراض ديال السجناء اللي كيتواجدوا داخل الغرفه. وزع المهام ديال كل واحد، عطيه واحد البليصه اللي يقلبها بشكل دقيق الله يرضيها. نفس الامر بالنسبه لك سي ميري. مرحبا تفتيش دقيق. بفضل جهود هذه الفئة من الموظفين ويقظتهم المستمرة للحد من تسريب الممنوعات بمختلف أنواعها، انخفض عدد حالات ضبط المخدرات ما بين سنتي 2015 و 2019 من 2742 إلى 1269 حالة، وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة من 10583 إلى 858 حالة، وعدد حالات ضبط المبالغ المالية من 1505 إلى 548 ما بين سنتي 2015 و 2019. بالنسبة للتفتيشات تمت على أحسن ما يرام، كما شفتوا الآن وصلنا
نهاية عملية التفتيش هذا اللي قمنا به. العملية ما سفرت على والو، ما لقيناش حتى شي حاجة ممنوعة، ولكن هذا لا يمنع أننا واخا نكونوا ما لقيناش يعني أننا نقوموا بعملية أخرى مرة أخرى. هذا علاش؟ لأن باش كنكونوا دائما قرابين من عملية التفتيش، ودائما قرابين من رصد الممنوعات اللي ممكن أن تكون على السجناء، ودائما تحسيس السجناء بأننا موجودين في أي لحظة للتفتيش والرصد ديال الممنوعات اللي ممكن أن تكون عندهم واللي كتحدد الأمن ديالهم هما أو ديال السجناء أو الأمن العام كما قلت سابقا. بالعودة إلى تفاصيل هذه العملية والدور الحيوي الذي تلعبه قاعة المراقبة هاته المزودة بكاميرات مثبتة في جميع أرجاء المؤسسة السجنية ومحيطها، فلهذه الأطر دور حاسم في التصدي لمختلف التجاوزات داخل المؤسسة السجنية وضبط النظام العام. على الأماكن اللي كيكون فيهم السجناء يعني فيهم في اعتداد. مرحبا تنصدق بالنسبة لحنا التفتيش هنايا تاني اللي يسالي الزيارات بزونا من التفتيش مزيان. عندنا كما تتشوف هنايا وصلت قدامنا الثلاثة اللي قدامنا عيا عندنا بالنسبة لهذا الممر هذا اللي تيمر منه، ولكن فيها حركة كثيرة هنايا كما تتشوف تاني تنراقبوه دائما تحطوا عندنا مراقبة ديالنا صارمة. حتى حنا الممر هذا اللي تيدوز منه يعني النزلاء بكثرة هو هذا اللي كما تتشوف هنا تنراقبوه هذا الممر هذا تيجيو تيدوزو تاني تنراقبوه يعني حنا كاع النقط جميع الممرات اللي تيدوزو منها النزلاء يعني تنراقبوها. بالنسبة للموظف العامل بالحي كيتصل بنا أثناء خروج سجين خطير الفسحة اللي كنتبعوه في الوقت كنتبعوه يعني التحركات ديالو في الفسحة وكنرصدوا التحركات ديالو بشكل دقيق نظرا لما له من خطر على الموظفين وعلى صحة الساكنين. إذا كما كتشوفوا عندنا واحد مجموعه ديال الشاشات هنا اللي كتغطي ماشي بشكل كلي ولكن بشكل كبير مجموعه المرافق ديال المؤسسه، المرافق الداخليه وكذلك المرافق الخارجيه. وهنا في المراقبه ديال الاخوان اللي هم مكلفين بالقاعه ديال المراقبه كيتم يعني تكبير الشاشه او يعني تركيز الشاشه على المرافق الحساسه داخل المؤسسه او خارج المؤسسه، وهذا الحساسيه ديال هذا المرفق كيتم بالتنسيق يعني بشكل كلي مع احيانا مع مدير المؤسسه مع رئيس المعقل مع يعني نقولوا لجنه امنيه داخل المؤسسه باش هما من داخل هذه القاعه كيحاولوا ما امكن انهم يركزوا الرصد ديالهم والمراقبه ديالهم تفاديا لاي ميكرو. وهما راهم بطبيعه الحال عارفين كل ميكرو شنو كيرصد داخل المعقل او خارج المعقل. وبالنسبه كتفرق العمليه ديال المراقبه بين الليل وبين النهار. علاش؟ لان بالنهار كيكون خروج ديال السجناء لبعض الانشطه مثلا الدراسه الفسحه التطبيب الزياره اللي كيخلينا بطبيعه الحال اننا كنركزوا المراقبه والرصد والتتبع داخل المعقل، ولكن هذا لا يمنع اننا كنكونوا بطبيعه الحال كنراقبوا بواحد الشكل جزئي حتى المرافق الخارجيه اللي هي مثلا ممر الطواف، ما وراء السور، الاسطح ديال المؤسسه، الابواب، الولوجيات اللي كتكون المؤسسه عباره عن عربات، عباره عن مرتفقين، اشخاص غرباء على المؤسسه. احيانا كنرصدوا حتى بعض الاشخاص اللي هما غرباء كيقربوا للسور ديال المؤسسه وكيكونوا كيديروا شي حوايج اللي هما تعاطي للمخدرات، شرب الكحول وكذا، اللي حنا هما كعناصر المراقبه كيرصدوا هذه الحالات وكيتصلوا بشخصي بصفتي مدير المؤسسه اللي انا بدوري كنقوم بعمليه الاتصال بالمصالح الامنيه اللي هي الامن الوطني والشرطه وكيتدخلوا في الوقت المناسب مشكورين هذا المنبر اما كيفضوا ذاك سميتو غالبا كيهربوا او كيتم القبض عليهم وكيتقدموا للعدل. بالنسبه ل 12 نرجو قيام جوله على مستوى المسحه. المزيد مع عبد الفتاح العوني القائد المربي الممتاز والمشرف العام على مراقبة الشاشات المتصلة بكاميرات المراقبة. قاعة المراقبة تلعب دور هام في تدعيم الأمن داخل المؤسسة السجنية، وذلك من خلال مراقبة وتتبع حركة داخل جميع مرافق المؤسسة السجنية
وكذا في الممر الطواف يعني من خارج المؤسسة السجنية. بالنسبة للملاحظة يعني عندما تنلاحظ واحد المخالفات أو شي حركات اللي هي غير اعتيادية غير مسموح بها داخل المؤسسة السجنية تتم التواصل ديالنا في البداية مع الموظف العامل بالمرفق أو بالجناح أو بالحي كأولا للتدخل يعني في الحالة عاجلة وإيقاف ذلك العمل الغير مسموح به. لغرفة المراقبة أيضا دور حاسم في ضبط مختلف محاولات الهروب أو التسلل إلى الخارج أو إدخال بعض الممنوعات إلى داخل المؤسسة السجنية. هذه القاعة تمد الحراس بجميع الوحدات بأبراج المراقبة مثلا بكل صغيرة وكبيرة بخصوص الأوضاع ومحاولات الفرار داخل المؤسسات السجنية. بالنسبة للعمل ليلا كي يتم رصد يعني رصد كل يعني كل المسائل اللي كيتبادلوا بها السجناء فيما بينهم اللي كتير عندنا واحد الشك ان يقدر تكون ممنوعات تقدر تكون مثلا تقدر تكون يعني شي حاجه كتخلب النظام الداخلي للمؤسسه. انتقلنا إلى السجن المحلي عين 71. التائب عبد الكبير مراقب ممتاز يدقق في هذه الأثناء من أعلى برج المراقبة جميع مداخل ومحيط المؤسسة السجنية. يفسر فيما يلي كيف تم إحباط محاولة لإدخال الممنوعات إلى داخل المؤسسة السجنية صباح اليوم بعد أن كان من ينوي التسلل إلى الداخل على متن دراجة نارية في محيط المؤسسة السجنية. بالنسبة لهذا الموظف اللي هنا كما تشوفوا هذا موظف من البرج، أشنو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو أنه المساعدة ديال رئيس الأمن والحراسة خارج المعقل باش تكون المؤسسة مؤمنة من المحيط الخارجي ديالها. هذا الموظف تيقوم العملية ديال المراقبة ديال المحيط الخارجي وأي حركة تتبنى ماشي هي اللي كيبلغ بها سواء رئيس مركز سواء رئيس مصلحة الأمن والأنظمة سواء رئيس الأمن الخارجي، ولكن كيبلغني أنا مباشرة. عندي وسائل اتصال باش كيتصل برئيس المركز ديالو. كانت كاين بعض المرات بعض الأشخاص غرباء كيجيو هنا كيحاولوا كيرميو ممنوعات من خارج ديال الأسوار ديال السجن، ولا بعض المرات شي سيارة كيكونوا مشبوهين كيوقفوا قد وراء الاخر من السجن هذا كيبلغ باش كنحضروا روحنا للسلطات اما كنخبروا البوليس ولا هذا باش كيدخلوا كيحاولوا يبعدهم ولا كيتقدم الهويه ديالهم. يعني مرات عديده عن طريق البرج تم احباط مجموعه ديال المحاوله ديال تسريب ديال الممنوعات الفائده ديال السجن، لان كيستعملوا كيديروا ديك وسائل ديال الصيد كيحاولوا كيوصلوا المخدرات عن طريق واحد ديك وسائل ديال الصيد ديال مثلا في واحد الفيزيكي كيستعملوا كيدخل في الداخل، يعني كيدير واحد مئات الامتار كيمشي بها كينسق مع السجناء من الداخل. انا كاين السجناء عندهم تليفون داخل وسط الغرف عندهم تليفون فيكس الشركه باش كيستعمل اتصال العائلات ديالو، هذاك اللي كيستعمل في وسائل اخرى لتهديد الامن ديال المؤسسه. كيبان واحد الشبكه كتغطي جميع الساحات، يعني واخا يستعملوا ديك الوسائل وهذا يعني يستحيل باش انه يدخلوا الممنوعات. كاين اربعه موظفين اللي تنوبوا على هذا المركز هذا. كل موظف كيعس مثلا الليله كيريح واحد يومين، من بعد كيلتحق النهار الثالث كيخدم من 8 ونص للسونس، غاد ليه عاوتاني كيريح كيجي ديك تمارين الحراسه، من بعد عاوتاني كيريح يومين كيتبقى غدا هكا. يعني هذا البرج كيتناوب عليه اربعه ديال الموظفين. واللي حنا اللي كناكدوا عليه بزاف هو انه وسيله ديال وسائل الاتصال ديما تكون مجهزه، ديما الراديو سواء الهاتف ديما كيكون جاهز باش بقيت انا كيكون شي خطر ولا خص تدخل بسرعه باش يحطي جميع المحاولات كتهدد الامن المؤسسه. تماشيا مع استراتيجيتها الراميه الى تعزيز راس مالها البشري من اجل مواكبه امثل للمهام الامنيه والاصلاحيه المنوطه بالمؤسسات السجنيه، عملت المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج على تنظيم مباريات توظيف همت 932 موظفا جديدا من خلال استغلال 500 منصب مالي محدث اضافه الى المناصب الماليه الشاغره. رامي برقيه مفهومه. عجل برقيه.
وقعت واحد الحادثة صباحا، هو أنه أحد أشخاص أو شخصين كانوا على متن دراجة نارية، وكانت حولهم واحد الشبهة أنهم يحاولون إدخال بعض الأشياء من جانب السور الجانبي للمؤسسة، وتم التدخل على في الحين وإبلاغ رئيس المركز والعناصر ديال الدورية وعناصر المركز المجاور للبرج، وتم إحباط هذه المحاولة تنسك مع عناصر ديال الشرطة. ويعني وهنا تيتجلى الدور ديال الأبراج أنه دور حساس ودور جد مهم في أمن وسلامة المؤسسة. أثمرت جل هذه المجهودات المبذولة تدقيقاً جيد الفعالية في مداخل البوابات السجنية وفي ضبط تسرب الممنوعات إلى الداخل. بقية 5 على مستوى الممر الواحد. سنرافق مدير المؤسسة السجنية لمعرفة المسار الذي يسلكه الزوار وما يحملون معهم لفائدة النزلاء إلى الداخل عبر خطوط المراقبة هاته التي تستجيب للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. ملي تكون عندنا الاكتظاظ تكون الزوار بزاف، كيدنا درنا هاد الشوارع هنا كما كتشوفوا هاد الشوارع في الأرض، كيفشوا كيدوروا من هنا كيبقاو غاديين، كيبقى ديما حتى المسافة تاعو تقريبا مترين، حنا درنا مترو، حنا درنا 2 أمتار باش كيمشي الزوار من هنا كيبقى كيدور، كيمشي تمايا كيمشي تما كيدخل كيسجل المعونه ديالو. انتما تفضلوا معنا وغتشوفوا فين كيسجلوا، وكيبقى حتى تما كنت كيبقى موظف واقف على حساب احترام المسافه ديال التباعد وضروري اجباري الخلع ديال الكمامه. كاين هاد الاماكن مكان هنا كاين بعض العائلات كتجي معها الدواء، الدواء الامن، كاين مثلا كاين عندنا اطباء هنا كيسجلوا الدواء للمساجن، وكاين بعض العائلات هما كيجيبوا الدواء من عندهم، مثلا شي دواء كيجي على برا ولا شي دواء اصلا مثلا مقتنع ما قتنعش مثلا بالدواء اللي مثلا تيعطيو لك، هو كيجي مع دواء اخر ولا هذا كيجي كيسجلوه هنايا. كاين عطيني داك هذاك السيد باغي يدفع الدواء، هذاك السيد باغي يدفع الدواء بحال دابا هذه موظفه مكلفه، كاين بليكسي كلاس هنا كاين حاجز بينها، كاين عندها واحد السجل، هذا الدواء كيدار فيه سميه الساجين ورقم اعتقال والاماكن فين كينعس، وكيفيه كاين الدواء هنايا. هاد الزائره جابت معها الدواء، كتجي مع ورقه ديال الزياره فيها اسم ديال السجين وفيها رقم اعتقال ديالو في مكان الايواء ديالو داخل، يعني فيه الحي، فيه الحي اللي كنعس فيه، فيه الجناح، فيه رقم ديال الغرفه وفيه اسم السجين وفيه رقم اعتقال ديالو. الموظفه كتسجل ديك المعلومات كامله، كتسجل واحد السجل خاص، من بعد كتشوف داك الدواء. عطيني الدواء دير ليا من الفوق كامل، ايوا قلبي خلي داخل قلبي شي مشكل، وكتشوف الدواء واش كامل ولا ما كاملش. إذا كان ناقص كتشوف مثلا شحال العدد اللي فيه 15، خصك بحال دابا فيه هذا 15 كومبريم، خصك تلقى فيه 15 كومبريم، وهاد الدواء كيتقلوه راه بعض المرات كنحلو هادو كنلقاهم مثلا كيبان لك هكا كتلقى قرقوبي ولا تلقى فيه شي منوعات ولا مخدرات، بحال حتى هذا ديال دوليبران كتلقى عامر من الداخل بشي حاجه اخرى، واخا كيبان لك بياض ولا فيه هذا كيكون كشيف ولا كارت ميموار ولا في فريد اخر مخلط معاه كيكون قطاع ولا كيكون وسط ما بين هاد. عاوتاني هذا كيدخل كيقلبوه الموظف لك وكيتعرض على الطبيب، الطبيب ديال المؤسسة لأن هو اللي كيقرر في المصير ديالو. هادوك نيت هذا ديال هذا كما شفتوا، هذا الغطاء ديال هذا الواطا كيكون بعض المرات فيه المنوعات. الغبرة أي حاجة من بلاصتها. الدواء ممكن أنه يكون شي دواء أصلا ما يقدرش يدخل الطبيب، يقدر يكون فيه شي منوعات ولا شي حاجة ولا يقدر يأثر على الصحة ديال السجين ما يقدرش يدخله. ولا لي صايم دخل هنايا ديال الدوايات اللي اصلا مسموح بهم، والدوايات اللي عطيه لهم الطبيب كيقول لهم من هنا، يعني من هنا كنرجعوا للزائر بلا ما كيدخل لداخل. الزوار كينتظروا هنايا كما كتشوفوا احترام ديال المسافه ديال التباعد. من بعد الباص اللي خوات كيمشي الاخوه كيمشي واحد اخر، كيمشي الاخر كيمشي كيدخل باش كيتفتشوا كيدخل عند الزائر عند المسجون، والاخرين تما كيجيو من الدور ديالهم تما باش كيقضيو المعونة. صح ديال الكمامه ديالك الشريف، كاين هذا الواقي واقي زجاجي كاين بين خليك واقي زجاجي بين الزائر وبين الموظف اللي كيسجل، كيسجل ليه المعونه في هذا السجل الخاص، وكذلك بالنسبه للبطاقات ديال الهاتف الثابت، كاين عندنا هاتف ثابت في الغرف ديال المساجن كيسجلوا كيدخل معاه المسجون. هذه الموظفة مكلفة بتسجيل ديال الزوار، الزوار كاين فيه اسم ديال
في الفرق الترتيبي اسم ديال 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 الزائر، في اسم ديال السجين، في درجه ديال القرابه ديالو. هذا السجل كنبقاو نرجعوا ليه في كل حاله، كنبقاو الحالات مثلا تحلل، سواء مثلا تقدر دوز مثلا 3 شهور 4 شهور كنضرب ديال شي حاله ولا شي حد مثلا صرف شي حاجه ولا السجين كان عنده شي شكايه من شي زائر ولا هذا، كنرجعوا لهذا السجل. بالنسبه لهذا المكان كاين موظف اخر كيعاود كيراقب ديك البطاقه ديال الزياره والهويه اللي كيتاكد من الهويه ديال الزوار. من بعد ما كيتسجل الزوار كيجيو كيديروا هنايا الصف باحترام ديال التباعد، الصفه ديال التباعد. بعد الموظف كيكون مكلف هنايا، الموظف هو اللي كيدخل الزوار بواحد بواحد، كيدخل كيفتش الملابس، كيفتش الملابس وكيتفتش جسديا وكيمشي من بعد القاعه ديال الزياره. من بعد الزائر كيدخل كيحط الحويجات ديالو كيتقلبوا، كيقلب الموظف تفتيش دقيق، كيفتش بين ثنايا ديال الملابس، كيشوف واش مضوبلا مثلا هاد الفوطه، واش مضوبلا، واش كاين شي حوايج اللي ممنوعين ما تيدخلوش، يعني كيقلب الحوايج كيف اليوم مزيان. بعض المرات هاد الخياطه ديال الحوايج هادي كنلقاو فيها بعض المرات المنوعات، هادي خص الموظف يقلبها مزيان. كاين بعض المرات كيدخلوا الحشيش كيكون شكل واحد سميتو رقيق بزاف، الموظف تيقلب الحوايج وكيقلبهم واحد التفتيش دقيق، يعني ما كيزقل حتى شي حاجه، يعني في اي الحشيش ممكن يدخل في اي بلاصه. هاد الخياطه اللي كتشوفوا هنا ممكن انه يقطع الحشيش بطريقه رقيقه ويدي الخياط يخيط ويدخله. حتى هاد يعني هاد الرويز كيقلب الموظف كيقلب واحد الطريقه دقيقه، يعني ما كيتقش. وبعض المرات شنو كنلقاو؟ هاد الحوايج هما بيضين، كيشدوا كيديروا قرقوبي مع هو ابيض كيدقوه في الحوايج ولا تقاشر كيدقوا كيخليو داكشي حتى كيديروا في هذا، كيديروا بالماء مثلا شي فانيت الماء ولا هذا، كيديروا كيرقدوا فيه حتى كيشرب داك سميتو كيعاود ينشفوا. كتجي كتقلبوا كيبان لك راه ابيض، راه ما فيه والو، كتقلب ولكن هو ملي كيجي كيتسرب داخل السجين كيجي حتى هو كيعاود يديروا في الماء حتى كيطلق داكشي وكيعاود يتخدر به. يعني شي حوايج اللي هي عجيبه كتبقى بحال دابا هاد التقاشر هادو ديما كيردو من الموظفين كلبان، لان تقريبا شي اكثر من 20 مره انك كنلقاو فيهم مدقوق فيهم الغبره ولا هذا كيتسرب الداخل. من بعد هاد الملابس ملي كيفتش الموظف كيتعقموا كيخدوا العمليه ديال التعقيم، من بعد كيتجمعوا كيعاود الموظف كيعاود كيتعقموا كاملين وكيعاود الموظف كيوصلهم للاجنحه ديالهم. من بعد ما كيدخلوا الزوار كيسالي العمليه ديال التفتيش الجسدي والتفتيش ديال الملابس، كيجي هنا كيجيو هذا هو الباب ديال الدخول ديال القاعه ديال الزياره، يعني هنا فين غيشوف الزائر يشوف السجين. الموظف مكلف هنا بجهاز ديال السكانر البوابه الالكترونيه، كيجي اي كيدخل الزائر كيعاود يتفتش من هنا، يعني كانت عنده شي حاجه معدنيه كيتاكد منها الموظف حاجه كيدخل الزائر.